الحمد لله على تحقيق الانتصار والمرور لدور المجموعات. هذا الحمد لله جاب تضافر للجهود ديال الجميع. ما ننساش باش نرسل واحد الرساله للجماهير الوداديه، لان في الظروف الصعبه، لان خص كاع بينوا على المستوى ديالهم الكبير وداك الرقي باش يوصلوا الرسائل ديالهم اللي كانت في العمق، ورساله راقيه. نتمنى ان شاء الله جميع المسؤولين عن الشان الكروي ياخذوها بعين الاعتبار. رساله تبقى في التاريخ وتبقى ان شاء الله دائما فخر واعتزاز الفريق الوداد البيضاوي، بان فخريا ومعنويا هو البطل ديال افريقيا ودائما يبقى بطل افريقيا. بالنسبه للمقابله، مباراه كانت ردة الفعل بعد التعثر ديالنا في كاس افريقيا. الحمد لله اللي ما تاسفين على هذاك المقابله، ما كانش مستمر في التطلعات ديال جميع المكونات النادي، ولكن الحمد لله برهنوا اللاعبين اليوم على مستوى كبير وردت فعل كانت ايجابيه قويه، ولو سكور كما شتي النتيجه كانت جد ايجابيه. والحمد لله الهدف ديالنا كاداره تقنيه ولا ستاف تقني هو تطوير المجموعه من الاحسن ان شاء الله ديال البدايه، وعندنا ان شاء الله غادي نلعبوا واجهات كبيره. الشغل ديالنا ما باش نجاوبوا على المشوشين ولا كاع اللي ما عندهمش غيره ولا حب الفريق اللي كيبقى فريق كبير. الحمد لله الهدف ديالنا هو عندنا شغل كثير، وهو كيفيه تدبير المباراه اللي عندك بكثره برمجه زيد ثقيله، وكاين عندنا الاعطاب ولاعبين اللي كيمشيو للمنتخب. هذا هو الشغل ان شاء الله، ما نرضوا، لان الرد ديالنا الحمد لله هو في الملعب.